عشان امنع البليدنج، ممكن استخدمه في البرونكيا الازمة عشان اعمل برونكو دايلاتيشن، ممكن استخدمه كانتي الرجيك في حالات الحساسيه لان بيبقى معاها فازو دايلاتيشن بالضغط الواطي تقريبا في فازو كونستريكشن، ممكن استخدمه في حالات الكارديك ارست واحد قلب وقف بديله ادرينالين، ممكن اديه كمان انترا كارديك عشان يعمل ستيميوليشن للايه للهارت. ده كلام بسيط خالص هتحصل كده قبل كده. وقفنا عند التيومر في الادرينال مظلة، مرض اسمه تيوم كروموسايتوما او اسمها كروماتين سيل تيوم كروموسايتوما. تيوم يعني دار، وكروم يعني لون، سايت يعني خلية، يعني ورم في الخلايا الغامقة. الخلايا الغامقة دي المقصود بها اللي هي الكروماتين سيل. كروماتين سيل دي الخلايا اللي موجودة في الأدرينال مظلة المسؤولة عن تصنيع الأدرينالين والنور أدرينالين. لو طلع ورم في الخلايا دي هيحصل فيه زيادة في الكاتيبول أماينز. زيادة الكاتيبول أماينز في البلد طبعا هتعمل هايبر تنشن، احنا عارفين ان الادرينالين بيعلي الضغط، هيحصل هايبر تنشن وهيحصل هايبر جلايسيميا وهيحصل هايبر ثيرميا وزياده في البيزا الميتابوليك ريت، كل ده هيزيد نتيجه زياده الادرينالين والنور ادرينالين. الورم ده ممكن يكون باستمرار عمال يطلع كاتيكولا ماينز في البلاد، وبالتالي الاعراض دي هتبقى ريزيستنت مستمره على طول، يا اما المرض غالبا بيحصل في صوره اتاكس. يعني الكروماتين سيل دي ما بتطلعش ادرينالين ونور ادرينالين في الحالات الطبيعيه، طول ما هو في الريست كده ماشي مفيش مشكله، بس اول ما يتعرض لايموشنز او اكسرسايز اللي هي الحاجات اللي بتعمل استيميشن السمباثاتيك دي، اول ما يتعرض لايموشن او اكسرسايز يحصل استيميشن للادرينال المضله ويحصل ريليز للارج اماونت من الكاتيكول امونز، فيحصل المرض في صوره اتاكس، في صورة نوبات كده اتاك من الهايبر تنشن والهايبر جلايسيميا والهايبر ثيرميا، فتلاقي المريض جاي بصداع شديد جدا، سيفير هيديك نتيجة الضغط العالي دوت، يحصل سيفير هيديك، يحصل سويتنج، عارفين السمباثاتيك بيعمل عرق، مع بالور شديد جدا لونه مخطوف كده نتيجة الفازو كونستريكشن اللي موجود في البلاد فيزلز، يحصل هيديك مع بالور مع سويتنج، ممكن يحصل شوية نوزيا وفوميتنج، يحصل دايليتيشن في البيوبل سمباثيك، في دايليتيشن في البيوبل، ممكن يحصل شيست بين، الم في صدره، دي كلها اعراض نتيجه زياده الادرينالين والنور ادرينالين في الدم. طب العلاج بتاعه اثناء الاتاك لو مريض جاي بالاعراض ديت هديله حاجه توقف الادرينالين والنور ادرينالين، حاجه تقفل الريسبت، فاديله الفا بلوكر معاه بيتا بلوك، اديله بقى حاجه تقفل الريسبت دي خالص عشان توقف الاعراض دي، اديله بيتا بلوكر اللي هو البروبرانولول اللي احنا خدناه في سنه اولى، ممكن ادي الفا بلوكر معاه حاجه اسمها فينوكسي بنزامين او هيدروكسي فينوكسي بنزامين، ده دواء بيقفل الالفا ريسبتور، او ممكن ادي دواء بيقفل الاثنين مع بعض، دواء بيقفل الالفا والبيتا ريسبتور اسمه لابيتا لول، لابيتا لول ده دواء بيقفل الالفا والبيتا في نفس الوقت، لابيتا لول، يعني لابيتا ولا الفا، لابيتا ولا الفا، الاثنين شغالين، لابيتا لول، لابيتا لول ده يقفل الفا والبيتا ريسبتور، فقلل الاعراض بتاعته. طيب بتوين ذا اتاكس عاوز بقى احل المشكله، هي المشكله ان في ورم، في كروموسايتوما، يبقى الحل جراحي، اعمل سيرجيكال ريموفال، يبقى العلاج بتاعه اثناء الاتاك اديله الفا اند بيتا بلوكر، و بتوين الاتاكس او العلاج بقى الاساسي اللي انا عامل سيرجيكال ريموفال للايه؟ للتيومر دوت. واضح؟ يبقى دوت الكلمتين اللي احنا عاوزين نعرفهم عن مرض الفيو كرومو ايه؟ سيل.
في شويه اختبارات كده برضو مش مهمه في النظري بس ممكن تصير فيها في الشفوي، اللي هي كلينيكال تيست فور ذا ادرينال فانكشن. بعد الاختبارات الخاصه بالادرينال كورتكس كلينيكال تيست الايه؟ هي ديت يعني الالفا والبيتا. اه ما على حسب يعني في ممكن المرض دوت التيومر شغال باستمرار وعمال يطلع ادرينالين في السمرات في السيركوليشن، وممكن اللي هو في معظم الاحيان بيبقى الادرينالين متخزن في البروفين سيلز بس ما يحصلوش ريليز، بس مجرد لما يتعرض لايموشن او اكسرسايز اللي هي الحاجات اللي تعمل استيميشن للسمباثيك، وفي السمباثيك في الطبيعي يحصل استيميشن للادرينالين بيضل ويطلع ادرينالين ده في الطبيعي، بس هنا بيطلع ادرينالين بزياده لان الخلايا اساسا مخزنه ومليانه ادرينالين بيظهر في صوره ايه؟ التاكس. الاختبارات الخاصه بالادرينال فانكشن شويه حاجات برضه هنعديها بسرعه كده مجرد بس للشفوي. اول اختبار اسمه الاي سي تي اي سي تي اتش تيست. لو واحد اديته اي سي تي اتش، الاي سي تي اتش ده هيعمل ستيميوليشن للادرينال كورتكس ويزود عنده افراز الايه؟ الكورتيزول. يبقى في الطبيعي النورمال ريسبونس لما ادي واحد اي سي تي اتش يستدعي الايه؟ الكورتيزول. واحنا عارفين ان من ضمن الحاجات الكورتيزول بيعملها ان هو بيقلل الوايت ديسيز، بيقلل الوايت ديسيز، فهلاقي عندي نقص في الايزينوفيل. الايزينوفيل هنلاقيها قليله. يبقى ديت النورمال ريسبونس، لو اديت واحد اي سي تي اتش يزيد عنده الكورتيزول ويقلل عنده الايزينوفيل، ده النورمال. طب واحد اساسا ما عندوش الادرينال جلاند شغاله زي مريض الايه؟ مين المريض اللي عنده الغده اللي بتطلع كورتيزول ولا بتطلع الدوسترون؟ مريض الادسون. يبقى الريسبونس دي مش هلاقيها في مريض الايه؟ الادسون. يبقى من ضمن الاختبارات اللي انا بشخص بيها مريض الادسون اديله اي سي تي اتش. المفروض في النورمال الاي سي تي اتش يطلع كورتيزول، هنا مش هيطلع كورتيزول، يبقى ده ايه؟ اديسون ديسيز. طبعا مش حاجه شهور بس يعني اختبارات كده بتساعدني في التشخيص. تاني اختبار اسمه ديكساميثازون تيست. ديكساميثازون ده هو كورتيزون مصنع دواء. ديكساميثازون ده هو عباره عن دراج، كورتيزون دراج. قلت لما احقن كورتيزون من بره الكورتيزون ده يعمل نيجاتيف فيدباك ويقلل الاي سي تي اتش، وبالتالي لما ادي واحد ديكساميثازون اللي هو سنزيتك كورتيزون ده المفروض في الطبيعي هيقل عنده الاي سي تي اتش وبالتالي يقل عنده الكورتيزون. يبقى لما ادي واحد كورتيزون من بره اللي هو ديكساميثازون الكورتيزون الطبيعي ده ايه؟ هيقل. الكلام ده مش هلاقيه في مريض الايه؟ مين اللي عنده الكورتيزون زايد اصلا وعنده ورم بيطلع كورتيزون؟ مريض الكوش. يبقى الكلام ده مش هلاقيه في الكوشنج ديزيز. يبقى في الكوشنج مش هيحصل الكلام ده في الكوشنج. يبقى مريض الكوشنج سندروم اللي هو عنده ورم بيطلع الكورتيزول مهما اديله ديكساميثازون برضه الكورتيزول هيطلع عنده بزياده لانه عنده ورم بيطلع الايه؟ الكورتيزول. ثالث اختبار سولت فري دايت. نورمالي لو واحد قعدناه كام يوم كده ما ياكلش ملح خالص بناله سولت فري دايت الملح هيقل في جسمه فيبدا يعمل ستيموليشن للادرينال جلاند عشان تطلع الالدوسترون. يبقى لما ياخد سولت فري دايت هيزداد عنده الالدوسترون، فالالدوسترون ده يعمل صوديوم ري ابزوربشن من الكدني وبالتالي هاقي اليورين بتاعه ما فيهوش صوديوم. يبقى في النورمال ريسبونس اديت واحد سولت فري دايت يطلع عنده الالدوسترون يزود الري ابزوربشن صوديوم فهيقل الاكسكريشن بتاع الصوديوم في اليورين لحد ما يختفي تماما، ده النورمال ايه؟ ريسبونس. الكلام ده مش هلاقيه في المريض اللي عنده ايه؟ أدسون. لان المريض اللي عنده اديسون اصلا ما عندوش الدوم فاديته سولت فري دايت برضه مش هيقدر يطلع الالدوم استرون. واضح؟ الاختبار الرابع اسمه كيبلر تيست. كيبلر ده اسم عادي او اسمه ووتر دايوريسيس تيست. ده واحد هديله لتر ونص ميه، نورمالي اي حد فينا لو ادينا له لتر ونص ميه تشربهم في خلال ساعة إلى ساعتين هيبدأ ينزل المية دي، هيحصل دايوريسيس وينزل الإيه؟ الرونالدو. المية دي هتعمل انهبيشن للأنتيبيوتيك هرمون وبتعمل كمان انهبيشن للألدو استرون. ففي الطبيعي لو إدينا واحد لتر ونص من المية هيحصل عنده نقص في الألدو استرون
والاقي عنده حصل دايوريسيس اند نكروز، ينزل الميه دي. الكلام ده مش هيبقى موجود في المريض اللي عنده كونزا سمور، لان اللي عنده كونزا اصلا عنده زياده في الالدو استرو، فالالدو استرو عنده زايد على طول وبيعمل صوديوم ري ابزوربشن، وبالتالي هيعمل معاه ووتر ري ابزوربشن. فالمريض ده اللي هو عنده كونزا سمور مهما اديله في ميه هلاقي برده عنده الالدو استرو عالي، ومفيش دايوريسيس هيحصل، ومفيش هيحصل الايه الكلام اللي المفروض يحصل طبيعي في الكبلر ايه تيست. اختبار اللي بعد كده في ماده اسمها 17 كيتو سترويد. ال 17 كيتو سترويد دوت بيجي من الاندروجين اللي في الجسم. الاندروجين من ضمن الانكتيفيشن بتاعه او الميتابوليزم بتاعه بيتحول الى ال 17 كيتو سترويد وينزل في اليورين. بس الاندروجين ده ليه مصدرين، ممكن يكون جاي من الادرينال كورتكس، وممكن يكون جاي من الجونادز التستس. بس تلتين ال 17 كيلو سترويد اللي بينزل في اليورين ده جاي من الادرينال ايه اوريجين، فيعتبر ده مقياس كويس جدا من الادرينال اندروجين. يعني لو واحد عنده تيومر في الادرينال جلاند زي ما خدنا المره اللي فاتت اللي هي الادرينوجينيتال سندروم، المريض اللي عنده زياده في الاندروجين، لو عملت له تحليل بول ولقيت فيه زياده في 17 كيلو سترويد يبقى هو عنده هايبر فانكشن. ولو واحد ما عندوش 17 كيلو سترويد يبقى عنده هايبر ايه فانكشن، ممكن استخدمه في معرفه الهايبر والهايبر فانكشن ومزايدين ليه. اخر اختبار خالص بقى وهو اهم واحد فيهم اللي هو الفري يورينري كورتيزول. الكورتيزول ده ينزل في اليورين، هاخد اليورين بتاع 24 ساعه وحلل فيه نسبه الكورتيزول، بجمع اليورين، بطلب من المريض ان هو يجمع اليورين بتاع 24 ساعه وقيس الكورتيزول في هذا الايه اليورين. لو لقيت الليفل بتاع الكورتيزول عالي يبقى ده عنده هايبر فانكشن، ده عنده كوشنج ايه سندروم. لو لقيته قليل يبقى ده عنده هايبر فانكشن، دوت عنده اديسون ايه ديسيز. يبقى اشوف الكورتيزول اللي نازل في الايه في اليورين في 24 ساعه. دي بنسميها كلينيكال تيست للادرينال فانكشن. كده يعتبر الحاجات ديت بقايا الحصه اللي فاتت. نبدا بقى في حصه ايه النهارده. قبل برضه ما نخش بالحصه الاساسيه اللي هي البنكرياس، في هرمون كده ملوش اي لازمه خالص وعمره ما شفته في الامتحان قبل كده، بس عشان مكتوب لازم نقوله، اللي هو الادرينو ميدالين. ده كان هرمون كده من شويه هرمونات في اخر الكتاب، اتحذفت كل الهرمونات اللي في اخر الكتاب دي الحمد لله، بس الادرينو ميدالين عشان مستخبي في النص كده فنسيوه، لو كانوا شافوه كانوا شالوه معاهم مع ايه؟ مع الهرمونات اللي اتشالت دي. الادرينو ميدالين ده من اسمه ادرينو ميدالين، يبقى طالع منين؟ بس بيطلع من اماكن ثانيه. هو اول ما لقوه في الادرينال المجلط بيسموه ادرينال مضادي، بس بيطلع من اماكن ثانيه زي الاندوثيليوم والسموث ماسل بتاعت البلاد فيسل والسي ان اس واماكن اخرى، بيطلع من بعض الخلايا اسمه ادرينو مضادي. بيشتغل على نوعين من الريسبتور، في سبيسيفيك ريسبتور خاصه بيه ادرينو مضادي ريسبتور، وفي تايب 1 وتايب 2، وفي نون سبيسيفيك ريسبتور مش مهم اعرف اسمها، نون سبيسيفيك ريسبتور وخلاص بيشتغل ايه؟ بيشتغل عليه. الاكشن بتاعه هو عباره عن بوليبيبتايد هرمون. بيشتغل الاكشن بتاعه عكس الانجيوتنسين 2 بالظبط. عكس الانجيوتنسين 2، فلو انت عارف الاكشن بتاع الانجيوتنسين 2 هتعكسه. الانجيوتنسين 2 احنا خدنا الاكشن بتاعه سنه اولى. الرينين لما بيحول الانجيوتنسينوجين الى انجيوتنسين 1 وبعدين يدي انجيوتنسين ايه؟ 2. الانجيوتنسين 2 ده كان بيعمل ايه؟ اول حاجه كان بيعمل فازو كونستريكشن، وبالتالي هيزود البريفرال ريزيستنس وبالتالي يزود الضغط. صح؟ الانجيوتنسين 2 كان بيعمل صوديوم ري ابزوربشن من الكدني وبالتالي يعمل ووتر ري ابزوربشن، يعني بيعمل صوت اند ووتر ريتنشن. الانجيوتنسين 2 كان بيزود الريليز اوف هرمونات زي الالدوسترون، بيزود الالدوسترون
والانتي دايلوتيك هرمون كان بيعمل ستيميوليشن للثيرست سنسيشن، خلي الواحد يعرف ستيميوليت الثيرست. دي كانت اهم الاكشن اللي احنا خدناها للانجيوتنسين ايه؟ 2 انجيوتنسين 2 بيعمل فازل كونستريكشن ويعلي الضغط وبيعمل سلطان ووتر ريتنشن بنفسه في الكليه ويروح يطلع الالدوسترون والاي دي اتش اللي هم يزودوا السلطان ووتر ريتنشن، وكمان بيعمل ستيميوليشن للثيرست ايه؟ سنسيشن. هنعكس الاكشن ديت تطلع الاكشن بتاعت الادرينالين. يعني الادرينالين بيعمل فازو دايلاتيشن وبالتالي هيقلل البريفرال ريزيستنس ويقلل الايه؟ الضغط. بدل ما يعمل سولت اند ووتر ريتنشن لا ده هيعمل دايوريسيس اند ناتريوريسيس، هيزود الاكسكريشن اوف صوديوم اند ووتر في اليوم. بدل ما يزود الالدوسترون هيقلل الالدوسترون، بيقلل الالدوسترون وكمان بيقلل الانجيوتنسين 2. بيقلل الالدوسترون ويقلل الانجيوتنسين 2. بدل ما بيعمل ستيميوليشن للثيرست سنسيشن لا ده هيعمل انهبيشن للثيرست ايه؟ سنسيشن. يبقى هعكس الاكشن بتاعه الانجيوتنسين ايه؟ 2. بالاضافه لكده لقوا ان هو بيزود هرمون السوماتو ستاتين ويقلل الانسولين، ولقوا انتي انفلاماتوري افكت، انتي انفلاماتوري اند انتي مايكروبيال افكت. انتي انفلاماتوري يعني مضاد للالتهاب، وانتي ميكروبيال يعني مضاد للميكروبات، يعني زي مضاد حيوي كده. له تاثير مضاد للميكروبات وله تاثير مضاد للايه؟ للانفلاميشن. واضح؟ الباث الاكشن اللي احنا قلناها دي هنزود عليها بس انتي انفلاماتوري وانتي ميكروبيال، ونعرف ان هو بيزود السوماتوستاتين ويقلل ايه؟ الانسولين. الكنترول بتاعه الحاجات اللي بتخليه يطلع، الحاجات اللي بتزود الادرينالين الهيبوكسيا نقص الاكسجين. الانجيوتنسين 2 هو والالدوسترون، يعني الانجيوتنسين 2 والالدوسترون يطلعوا الادرينالين وهو يقللهم، ده نيجاتيف فيد ايه؟ فيد باك. يبقى الانجيوتنسين 2 والالدوسترون وكمان الحاجات اللي بتعمل التهاب، مش هو انتي انفلاماتوري، الحاجات اللي هي بتطلع الالتهاب اللي هي بيسموها برو انفلاماتوري سايتوكاينز او البرو سايتوكاينز، مجموعه من الهرمونات سايتوكاينز كده حاجات بتطلع لما يحصل انفلاميشن لما يحصل التهاب، الانفلاماتوري سايتوكاينز تطلعه عشان هو يضاد الايه؟ الالتهاب. يبقى السايتوكاينز يبقى ديت الحاجات اللي بتزود الادرينو بس هما دول الكلمتين اللي عايز اعرفهم عن ايه؟ البنكرياس البنكرياس دوت يعتبر اندوكراين جلاند واكسوكراين جلاند. اكسوكراين لانه له قناه وبيطلع فيها البنكرياتيك الجوز اللي هو لازم لعمليه الهضم، الجزء ده هندرسه في الدايجستيف او في الجي اي تي. وفي جزء تاني اندوكراين في خلايا اسمها ايلتس اوف لانجرهانز، جزر لانجرهانز، ايلتس اوف لانجرهانز. ايلتس اوف لانجرهانز دي بتمثل بس 2% من البنكرياتيك ميكس، 2% بس من البنكرياس ده كله، شويه خلايا كده حوالي من مليون ل 2 مليون خليه اسمهم ايلتس اوف لانجر هانز. ودول عباره عن اربع انواع من الخلايا، الفا وبيتا وديلتا والبي بي او الاف سيل. الالفا دي بتمثل 60% بتمثل 25% من الخلايا، البيتا بتمثل 60% والدلتا بتمثل 10% والبي بي بتمثل 5%. في عدد الخلايا الالفا بتطلع هرمون الجلوكاجون ده هناخده دلوقتي جلوكاجون، والبيتا بتطلع الانسولين، والدلتا بتطلع هرمون السوماتو ستاتين، وكمان هرمون هناخده في الدايجستيف اسمه جاسترين. اما البي بي سيل بتطلع البولي بانكرياتيك بولي بالطريق بانكرياتيك بولي بروتاين. يبقى دي الهرمونات اللي بتطلع من الايلتس اوف لانجرهانز، الهرمونات اللي بتطلع من البانكرياس.
اهمهم طبعا الجلوكاجون وال انسولين. والجزء ده اسينشال فور لايف. طيب البنكرياس من الغدد اللي هي اسينشال فور لايف. خدنا قبل كده البارا ثايرويد. البارا ثايرويد اسينشال فور لايف. البنكرياس اسينشال فور لايف. نبدا نتكلم بقى على اول هرمون اللي هو الجلوكاجون. الجلوكاجون هرمون ده عباره عن بولي بيبتايد هرمون. بولي بيبتايد هرمون. بولي بيبتايد عباره عن 29 امينو اسيد. الميكانيزم اوف اكشن بتاعته خدناها واحنا بنتكلم عن الميكانيزم اوف اكشن الهرمون. بيشتغل عن طريق زياده السايكليك اي ام بي. بيزود السايكليك اي ام بي. طب ايه الاكشن بتاع هذا الجلوكاجون؟ بيعمل ايه؟ الاكشن الاساسي ليه على الجلوكوز حتى اسمه جلوكاجون. فالاكشن الاساسي هنركز على الميتابوليك اكشن، على الميتابوليزم. بيعمل ايه على الميتابوليزم؟ اول حاجه على الكربوهيدرات ميتابوليزم. على الكربوهيدرات هيعلي الجلوكوز في الدم ولا يوطي الجلوكوز؟ قلنا كل الهرمونات اللي هناخدها بتعلي ما عدا الانسولين هو اللي بيقلل الجلوكوز، فده بيعلي الايه؟ الجلوكوز في الدم. فعلى الكربوهيدرات ديابيتوجينيك. ديابيتوجينيك يعني هيعلي الجلوكوز، يعني معنى كده ان لو حصل فيه زياده هيحصل ديابيتس. فهو احد اسباب السكندري ايه؟ ديابيتس. زي ما خدنا قبل كده الجروث هرمون والكورتيزول، الهرمونات دي لما تزيد تعمل ايه؟ ديابيتس. فهو احد اسباب السكندري. بيعلي الجلوكوز في الدم ازاي؟ بطريقتين. طريقه سريعه رابد، وفي طريقه سلو او ديلي. محتاجين سكر بسرعه في الدم، دلوقتي الجلوكوز واطي محتاجين نعليه. في سكر مخزينه في الليفر في صوره جلايكوجين هنكسره، يبقى يروح على الجلايكوجين اللي في الليفر ويكسره. طب يعمل استيميوليشن لعمليه الجلايكو جينوليسيس، يعني عمليه تكسير الجلايكوجين. هيكسر الجلايكوجين المخزن في الليفر ويحوله الى جلوكوز. فده رابيد اكشن بات شورت ايه؟ طب لسه محتاجين نزود السكر في الدم، اشتغل على اكشن بقى سلو بس لونج ديوريشن. اللي انا اصنع جلوكوز، هصنع جلوكوز من امينو اسيد، اصنع جلوكوز من فاتي اسيد. العمليه دي هنسميها ايه؟ جلوكونيوجينيسيس. يبقى بيعمل استيميوليشن للجلوكونيوجينيسيس. واضح؟ يبقى هو هيروح يكسر الجلايكوجين المخزن في الليفر ويحوله الى جلوكوز، ويروح يصنع كمان جلوكوز من مصادر اخرى غير الكربوهيدرات اللي هي عمليه الجلوكو. فاشتغل بسرعه بالجلايكوجينوليسيس ويشتغل ببطء بالجلوكونيوجينيسيس. طب هل له افكت على البريفرال يوتيلايزيشن اوف جلوكوز؟ يعني ايه الكلمه دي؟ يعني خدنا مثلا ان الجلوكوز هرمون بيقلل الجلوكوز ابتيك باي ذا سيل. خدنا الانسولين الكورتيزون الثيروكسين هرمون، وقلنا الثيروكسين بيزود الجلوكوز يوتيلايزيشن باي ذا سيل. خدنا الكورتيزول وقلنا بيقلل الجلوكوز يوتيلايزيشن باي. دي هرمونات بتشتغل على البريفرال يوتيلايزيشن الجلوكوز. هل هذا الهرمون له افكت على البريفرال؟ لا، ملوش دعوه على البريفرال جلوكوز يوتيلايزيشن، يعني ملوش دعوه بالخلايا خالص. هو شغلته في الليفر، شغلته في الليفر يعمل جلايكوجينوليسيس وجلوكونيوجينيسيس. يبقى له نو اكشن، نو اكشن على البريفرال يوتيلايزيشن اوف جلوكوز. طب هو بيشتغل على الجلايكوجين. الجلايكوجين ده موجود في مكانين، موجود في الليفر وموجود في المصل. هو ليه دعوه بالليفر بس لكن ملوش دعوه بالمصل. يبقى له نو افكت على الايه؟ على الجلايكوجين في المصل. يبقى ملوش تاثير على البريفرال يوتيلايزيشن اوف جلوكوز، وليس له تاثير على المصل ايه؟ الجلايكوجين. هو بيشتغل على الليفر، يعمل الجلايكوجينوليسيس وجلوكونيوجينيس. ده على الكربوهيدرات. طب على الليبيد، كل الهرمونات اللي خدناها بتكسر دهون ولا بتبني دهون؟ ما عدا الانسولين. ما عدا الانسولين. كل الهرمونات اللي هناخدها بتعمل لايبوليسيس ما عدا الايه؟ فهو هيعمل لايبوليسيس. وطالما لايبوليسيس يبقى مرتبط بيها ايه؟ كيتو جينيسيس. لايبوليسيس ليه؟ لانه بيعمل استيميوليشن لللايبيز. في انزيم موجود في الاديبوز تيشو اسمه لايبيز.
بيكسر الدهون. هو هيعمل استيميشن للليبيز، هذا الليبيز هيعمل لايبوليسيس، يحول الليبيد الى فاتي اسيد، الفاتي اسيد دي يحصل لها اوكسيديشن، يطلع منها طاقه ويطلع منها كيتون بادز، يبقى بيكون كيتون بادز، عشان كده بنسميها كيتو ايه جينيسيس، يبقى بيزود الانرجي برودكشن من الفاتي اسيد اوكسيديشن. طيب على الجنرال ميتابوليزم بقى هيبقى ايه؟ على الجنرال ميتابوليزم، على الجنرال ميتابوليزم هيزود البيزنال ميتابوليك ريت ولا يقلله؟ هيزود طبعا. فبنسميها كالوري جينيتك، الكلمه دي عدت عليها فين قبل كده؟ يسر. خدناها بشكل اساسي مع الثايروكسين، كالوري جينيك او اي حاجه بتزود البيزنال ميتابوليك ريت، بس الكلمه بالذات خدناها مع الثايروكسين لما كنا بنقول ثيرموجينيك او كالوري جينيك، وبناخدها النهارده مع الايه؟ مع الجلوكاجون، كالوري جينيك بيزود الكالوريز، وخدناها المره اللي فاتت برضو مع الادرينالين، كالوري جينيك او ثيرموجينيك. هنا بقى في الكتاب مفصل لنا شويه ايه سبب الكالوري جينيك افكت، ليه كالوري جينيك؟ كالوري جينيك يعني بيزود انتاج الحراره، طب الحراره دي جايه منين؟ يا اما متحرق الدهون وهو بيعمل الاكشن ده، يا اما في حاجه هو متخصص فيها ان هو بيعمل عمليه الجلوكونيوجينيسيس. الجلوكونيوجينيسيس دي انا بحول فاتي اسيد او امينو اسيد الى جلوكوز. لما احول الامينو اسيد الى جلوكوز دي عمليه معقده وبتاخد تفاعلات كتيره في الليفر. بنعمل دي امينيشن وترانس امينيشن، تفاعلات كتيره كده في البايو كيمستري عشان احول الامينو اسيد الى جلوكوز. اي تفاعلات كيميائيه شغاله بيطلع منها حراره، في طاقه وفي حراره بتطلع. فلانه بيعمل جلوكونيوجينيسيس وعمليه الدي امينيشن والتفاعلات اللي بتدخل فيها الامينو اسيد دي بيطلع منها حراره كتير، فعشان كده هو كالوري ايه؟ جينيك. كالوري جينيك بيزود انتاج الايه؟ الحراره. يبقى ده الاكشن بتاعه على الميتابوليزم. الاكشن على البروتين مش معقول، يعني ملوش اكشن على الايه؟ على البروتين يعني. هو شغله على الفات وعلى الكربوهيدرات وهيزود انتاج الكالوريز. كالوري كمان دي اكشن على هرمونات اخرى زي هرمون الانسولين، بيزود الانسولين وبيزود كمان هرمون السوماتوستاتين. من ضمن الاكشن بتاعه هو بيطلع من الالفا سيل ويروح شغال على البيتا سيل وشغال على الدلتا سيل عشان يزود الانسولين ويزود السوماتوستاتين، يبقى بيزود الريليز اوف انسولين عند سوماتو. وهنعرف بعد شويه في الكنترول ان الانسولين والسوماتوستاتين بيعملوا له انهبيشن، يبقى ده اسمه ايه؟ نيجاتيف فيدباك. في نيجاتيف فيدباك، هو يطلع الانسولين والسوماتوستاتين وهم ايه؟ يقللوه، هم يقللوه. ماشي، هو بيقول ما هو احنا اول مره ناخد حاجات متناقضه، ما في حاجات كبيره. في هرمون بيشتغل بنفس الهرمون هو هو عكس الاكشن بتاعه، يعني هناخد في الكنترول دلوقتي ان السمباثيك على الالفا ريسبتور يقلل الجلوكاجون وعلى البيتا ريسبتور يزود الجلوكاجون، هو هو السمباثيك على الالفا عمل اكشن وعلى البيتا عمل عكس الايه؟ الاكشن بتاعه، فعادي بيحصل ساعات الهرمون ده اثنين اكشن عكس ايه؟ عكس بعض، بس المهم ان البريدوميننت افكت برضه الهرمون ده بيعلي الجلوكوز ويطلع الانسولين، بس ده على فكره مش متناقض ولا حاجه. ليه؟ عشان الخليه تستخدم الجلوكوز وتحرقه وتطلع منه طاقه محتاجه مين؟ الانسولين. يعني لو الجلوكوز عالي في الدم من غير انسولين يبقى زي قلته. الانسولين ده هو اللي بيدخل الجلوكوز الخلايا وبيخليها تحرقه وتطلع منه ليه؟ الطاقه. فالجلوكوجون هيعلي الجلوكوز في الدم، بس من غير انسولين يدخله للخلايا يبقى كانه ملوش ايه؟ ملوش لازمه. فهو لازم يطلع الايه؟ الانسولين. والانسولين بايه؟ بيقلله. فنيجاتيف فيد باك. يبقى من ضمن الاكشن بتاعه ان هو بيزود الانسولين وبيزود السومات وايه؟ استاتين، والاثنين هيقللوه. وكمان بيطلع هرمون خدناه في اول السنه خالص، بيزود الجروث هرمون. بدل ما اسال يعني كده الناس تقعد تفتكر في الذاكره، الجروث هرمون. خدنا من ضمن الريجوليشن بتاع الجروث هرمون ان كان فيه هرمونات بتزوده زي الايه؟ زي الجلوكاجون. طب ايه الهرمونات اللي بتقلله بقى؟ ايه اللي كان بيقلله؟ مين فاكر؟ ما انا قلت مين اللي بيزوده كنت هتجربوه عن تضحيه المذكرات، ايه اللي بيقلله؟ الكورتيزول والبروجستيرون. البروجستيرون والكورتيزول دي قللوا الجراس؟ انا
امتحن على الدفران كله قريبا ان شاء الله عشان تذاكروا شويه. يبقى هو بيزود الانسولين، بيزود الانسولين وبيزود سوماتوستاتين. بيعمل ايه؟ بيقلله. اه سوماتوستاتين بيقلل كل حاجه. انا لسه قايل من شويه قلت ان هو بيزود السوماتوستاتين والانسولين هما بيقللوا. ده الاكشن ايه؟ ده الاكشن بتاعه. في اكشن بقى في الهاي كونسنتريشن، يعني ده الاكشن بتاعه في النورمال دوز، في النورمال ليفل. لو احنا بقى اديناه بتركيز عالي بهاي كونسنتريشن، بنشوف بقى بنجرب بنعمل دراسه كده على الاكشن بتاع الهرمون في الهاي كونسنتريشن. في الهاي كونسنتريشن لقوا ان هو بيزود الكونتراكشن بتاع الهارت، له بوزيتيف انتروبيك افكت، له بوزيتيف انتروبيك افكت على الهارت، لانه بيزود السايكليك ام بي، وده بيزود الكالسيوم في العضله، وده بيزود الكونتراكشن في المصر. كمان لقوا ان هو بيزود البايل سيكريشن وبيقلل الجاستريك سيكريشن. يبقى ده في الهاي دوز بيقوي الانقباض بتاع القلب بوزيتيف انوتروبيك، وبيزود البايل سيكريشن وبيقلل الجاستريك ايه سيكريشن. دي اذر اكشن، دي اقل اهميه، بس الاكشن الاساسي بتاعه على الايه؟ على الجلوكوز. ده عشان يعلي الايه؟ الدوز. طب الكنترول بتاعه عايز حاجه في الاكشن؟ واضح؟ اظن كلام سهل. يعلي الجلوكوز لايبوليسيس اند كيتو جينيسيس. هو كالوروجينيك او ثيرموجينيك، بيزود الميتابوليزم بشكل ايه؟ عام. بيزود الانسولين والسوماتوستاتين والجروث هرمون، وفي الهاي ليفل بوزيتيف انتروبيك، بيزود البايل ويقلل الايه؟ الجاستريك سيكريشن. الكنترول بتاعه، وبالمناسبه الاكشن بتاعه على الجلوكوجينيسيس دوت محتاج الثيروكسين والكورتيزون. يعني الكورتيزون والثيروكسين مطلوبين عشان يخلوه يعمل جلوكوجينيسيس. لذلك لو تفتكروا واحنا بنشرح الكورتيزول قلت لكم ان الكورتيزول له بيرميسيف اكشن. وقلنا بيرميسيف يعني ايه؟ بيساعد. كان بيرميسيف اكشن على الجلوكاجون في عمليه الجلوكونيوجينيسيس، وكان له بيرميسيف اكشن على الكاتيكولا ماينز في الفازو بريسور افكت بتاعها عشان تعمل فازو ايه؟ كونستريكشن. ماشي؟ الكنترول بتاع الهرمون او الريجوليشن. اول نقطه في الكنترول، احنا قلنا الوظيفه الاساسيه للهرمون ده اللي هو يعلي السكر. يبقى اكيد مستوى السكر في الدم مهم جدا للايه؟ للريجوليشن. يبقى اول حاجه في الكنترول الجلوكوز ليفل. لما السكر يوطى في الدم ده هيطلع الجلوكاجون والعكس. يبقى اول ما السكر يزيد الجلوكاجون هيقل، واول ما السكر يقل الجلوكاجون هيايه؟ هيزيد. يبقى فيه دايركت نيجاتيف فيدباك ما بين الجلوكوز والايه؟ والجلوكاجون، اسمه نيجاتيف فيدباك. طب ده دايركت هرمونال ولا دايركت ميتابولايت نيجاتيف فيدباك؟ دايركت ميتابولايت، لانه قلت لكم لو العلاقه ما بين هرمون وهرمون نسميها دايركت هرمونال، اما لو العلاقه ما بين هرمون وميتابولايت زي الجلوكوز هرمون وجلوكوز يبقى نسميها دايركت ميتابولايت. يبقى ده دايركت ميتابولايت نيجاتيف فيد ايه؟ فيدباك. لما السكر يعلى الجلوكاجون هيوطى، ولما السكر يوطى الجلوكاجون هي ايه؟ هيعلى. تاني ريجوليشن الامينو اسيد. اول ما الواحد ياكل اكله فيها بروتين ويتحول لامينو اسيد، الامينو اسيد دوت بيعمل ستيميوليشن للريليز اوف جلوكاجون، وخصوصا بعض الامينو اسيد زي الارجينين وزي الالانين. الكلام ده خدناه قبل كده في ايه؟ من ضمن الحاجات اللي بتعمل ريجوليشن للجروث هرمون برضه، لما بنقول لما بناخد امينو اسيد، الامينو اسيد ليفل لما كان بيعلى وخصوصا الارجينين كان بيعمل ستيميوليشن للجروث ايه؟ هرمون. ماشي؟ عارف يعني تخيل ان انت فاكر المعلومه دي. الامينو اسيد، الامينو اسيد بيزود الريليز بتاع الجروث هرمون وبيزود الريليز بتاع الجلوكوز، وكمان بيزود الريليز بتاع الانسولين. الامينو اسيد بيزود الريليز بتاع الجلوكوز.
يبقى الامينو اسيد هتزود الهرمون وخصوصا الارجينين والالانين. ثلاثة الجي اي تي هرمونز. الجي اي تي هرمونز دي مجموعة من الهرمونات بتطلع من الجي اي تي. هناخدهم ان شاء الله بالتفصيل لما ناخد الدايجست. هرمونات بتطلع من الجي اي تي، هرمونات بتطلع من المعدة، هرمونات بتطلع من الانتستين. بتشتغل على الانتستين وممكن تشتغل على اماكن تانية. اسمها جي اي تي ايه؟ هرمونز. هناخدهم بعد كده بالتفصيل بس نعرف بعض اسماء منهم دلوقتي. هرمون اسمه جاسترين. ده بيطلع من المعدة اسمه جاسترين. هرمون تاني اسمه كوليسيستوكاينين بانكيتوزاينين. كوليسيستوكاينين. هذا الهرمون نعرف بس ان هو اسمه سي سي كي النهارده كوليسيستو ايه؟ كاينين. كوليسيستوكاينين. الكوليسيستوكاينين هو والجاسترين الاثنين دول بيزودوا الريليز بتاع الجلوكوز. وفي هرمونات تانية بتطلع من الجي اي تي بتقلل زي هرمون السكريتين. هرمون السكريتين ده اسمه سكريتين، بيزود السكريشن بتاع الانتستين والسكريشن بتاع البنكرياس. سكريتين. السكريتين ده بيقلل الجلوكا. اما الجاسترين والكوليسيستوكاينين ديت هرمونات بتزود الجلوكا. ولما ناخد الانسولين ان شاء الله هنعرف ان كل الجي اي تي هرمونز بتزود الانسولين. يعني كل الهرمونات اللي طالعه من الجي اي تي بتزود الايه؟ الانسولين. عشان انت بتاكل دلوقتي، معنى ان انت بتاكل يبقى في جي اي تي هرمونز بتطلع، الاكل ده اكيد فيه جلوكوز، يبقى انت محتاج ايه؟ انسولين. في سؤال شفوي مهم بالجزئيه دي، الحته اللي احنا بنتكلم فيها دي. سيرف الشفوي. سواء في الجلوكاجون او في الانسولين، بيقول لك لو اديت واحد بروتين ميل، حته لحمه ياكلها، اديته بروتين ايه؟ ميل. واحد تاني اديته امينو اسيد انفيوجن، علقت له محلول فيه امينو اسيد فيه ارجينين، مين يعمل استيميوليشن للريليز اوف جلوكاجون اند انسولين اكتر؟ مين اللي يطلع انسولين وجلوكاجون اكتر؟ لما تديله امينو اسيد انفيوجن مباشره في الدم كده مليانه ارجينين وعلانين، ولا لما تديله بروتين ميل ياكلها؟ مين اللي يطلع امينو اسيد في الدم على طول؟ البروتين ميل. عشان بتساعد صح. شاطر. البروتين ميل الافكت بتاعها هيبقى اقوى بكتير. البروتين ميل بوتنت ستيمولس للريليز اوف انسولين اند جلوكاجون. ليه؟ لان البروتين لما بياكله اول حاجه البروتين ده هيتحول الى امينو اسيد ويروح للدم، فبالتالي في امينو اسيد. ثانيا البروتين ده لما بياكله هيعمل ستيميوليشن للريليز اوف جي اي تي هرمونز، فهيطلع الجاسترين والكولسيستوكاين. يبقى دلوقتي في هرمونات وفي امينو اسيد، الاثنين يعملوا ستيميوليشن للريليز اوف جلوكاجون اند ايه؟ اما لما تدي له الامينو اسيد في الدم على طول كده يبقى انت عندك ستيمولس واحد بس اللي هو الامينو ايه؟ اسيد. بس كميه البروتين يعني كميه الامينو اسيد زي ما تبقى في الدايركت هتبقى اكتر. لا بس هنا اهم حاجه ان في جي اي تي هرمونز بتطلع. الجي اي تي هرمونز ديت بتعمل مور ريليز لايه؟ ليه؟ الامينو اسيد. اول ما ياكل برضه هيطلع جي اي تي هرمونز هتروح للدم وهتعمل له خلاص ده كده بروتين ايه؟ مور بوتنت. فالبروتين ميل is a potent stimulus للريليز اوف جلوكاجون اند ايه؟ اند انسولين. ده سؤال شكله. أربعة الأذر هرمونز أو السيستيميك هرمونز. لسه قايل من شوية في الأكشن بتاع الهرمون إن هو بيزود الريليز اوف ايه؟ انسولين والسوماتوستاتين والجلوكوجين. وقلت لكم إن في نيجاتيف فيدباك. الانسولين والسوماتوستاتين هيقللوا الايه؟ الهرمون. يبقى الانسولين هو والسوماتوستاتين الاثنين دول بيقللوا الجلوكاجون. يبقى هو يزودهم وهم يقللوا. نيجاتيف فيدباك. الجلوكاجون يطلع انسولين وسوماتوستاتين، السوماتوستاتين والانسولين يقللوا الايه؟ الجلوكاجون. السوماتوستاتين ده عدى علينا قبل كده؟ قلناه فين؟ جروث هرمون. ده كان الجروث هرمون انهبيتنج هرمون. قلنا السوماتوستاتين ده بيطلع من الهايبوثالامس عشان يقلل الجروث هرمون، وبيطلع من البنكرياس من الدلتا سيل اهوت عشان يقلل الانسولين ويقلل الجلوكاجون، وكمان بيطلع من الجي اي تي وبيعمل انهبيشن للجاستريك ستيج. السوماتوستاتين يعني هو بيشتغل في اماكن ايه؟ خمسه في الريجوليشن
الاوتونوميك نيرفس سيستم. سمباثيك وبارا سمباثيك. البارا سمباثيك او الفيجل احنا عارفين ان البارا سمباثيك ده بتاع الايه؟ بتاع الدايجيشن. يعني لما الواحد ياكل البارا سمباثيك هي ايه؟ هيشتغل. ولسه قايلين من شويه ان الاكل بيطلع جاي فيه هرمونز. يبقى عشان ما تنساش دايما البيجل ستيميوليشن والاسيتايل كولين هيبقى معاهم مور ريليز للجلوكاجون وكمان مور ريليز للانسولين لما ناخد المره الايه الجايه. يبقى البيجل ستيميوليشن ده هيزود الهرمون. البيجل بيزود. طب السمباثيك هيزود ولا يقلل؟ البيجل بيزود يبقى السمباثيك هيزود ولا يقلل؟ هيزود برضه. السمباثيك ممكن يزود وممكن يقلل. السمباثيك انا لسه قايلها اهو. لسه قايل ان السمباثيك له الفا ريسبتور وبيتا ريسبتور. على الالفا ريسبتور هيقلل وعلى البيتا ريسبتور هيزود. يبقى بيشتغل على الالفا ويقلل ويشتغل على البيتا ويزود. بس البريدومينانت افكت مين التاثير الاساسي؟ مين اللي هيبقى ليه الابر هاند؟ هو البيتا. ده منطقي. احنا عارفين السمباثيك ده بتاع الامرجنسي. يعني واحد وهو بيتخانق دلوقتي محتاج السكر يعلى ولا يوطى؟ يعني يبقى محتاج الجلوكاجون ايه؟ يزيد. يبقى السمباثيك هيزود الايه؟ الجلوكاجون. السمباثيك هيزود الجلوكاجون. هو بيشتغل على البيتا ويزود ويشتغل على الفا ويقلل بس البريدومينانت افكت هو ايه؟ هو البيتا. نفس الكلام ده بالظبط هنقوله مع الانسولين. بالظبط الانسولين بيزود او السمباثيك بيزود الانسولين بالبيتا ويقلل الانسولين بالايه؟ بس هناك البريدومينانت هو الايه؟ هو الالفا. فالبريدومينانت على الانسولين ان هو هيقلل الايه؟ الانسولين. ماشي؟ الكلام ده على فكره مشترك ما بين الانسولين والجلوكاجون. يعني لما ناخد الانسولين في الكنترول هنقول نفس الايه؟ نفس الكلام ده تقريبا. يبقى قلنا البيجل وقلنا سته السمباثيك. اخر حاجه بقى في الكنترول الاكسرسايز. الاكسرسايز بيعمل ايه في السكر في الدم؟ يوطيه ولا يعليه؟ الاكسرسايز لما الواحد يعمل اكسرسايز السكر يعلى ولا يوطى؟ السكر هيوطى طبعا. يبقى الاكسرسايز بيعمل هايبوغلايسيميا والهايبوغلايسيميا نقص الجلوكوز بيطلع الجلوكاجون. يبقى الاكسرسايز هيطلع الجلوكاجون. الاكسرسايز انديوز هايبوغلايسيميا. لما الواحد يعمل اكسرسايز هيحرق الجلوكوز فالجلوكوز يقل. لما الجلوكوز يقل ده يطلع الجلوكاجون. يبقى الاكسرسايز بيطلع الجلوكاجون. يبقى ده كنترول. يبقى كل اللي انا قلته في الجلوكاجون لحد دلوقتي عشان الناس ما تتوهش. الجلوكاجون ده عباره عن بوليبيبتايد هرمون 29 امينو اسيد بيشتغل عن طريق زياده السايكليك ايه؟ الام بي. الاكشن الاساسي بتاعه على الجلوكوز بيعلي الجلوكوز يا اما برابيد اكشن عن طريق انه يعمل جلايكوجينوليسيس يكسر الجلايكوجين الى جلوكوز يا اما ديليت افكت شويه بياخد سلو اكشن بس لونج ديوريشن اللي هو يعمل استيميليشن لعمليه الجلوكونيوم جينيسيس. ملوش افكت على البريفرال يوتيلايزيشن اوف جلوكوز ولا ليه افكت على الماسل جلايكوجين. على الليبيد لايبوليسيس اند كيتو جينيسيس يحرق الليبيد ويحولها الى فاتي اسيد ويحرقها يعمل لها اوكسيديشن عشان يطلع منها طاقه ويتكون كيتون ايه؟ خالص. وبالتالي على الجنرال ميتابوليزم هو كالوريجينيك بيزود من انتاج الحراره في الجسم وده نتيجة ان هو بيكسر الدهون ويطلع منها طاقة ونتيجة ان هو بيعمل جلوكونيوجينيسيس ودي عملية معقدة في الليفر بيحصل فيها دي امينيشن وبيخش في تفاعلات كتيرة بتطلع حرارة فهو كالوري ايه؟ جينيك. بيزود الانسولين والسوماتوستاتين والجروس هرمون وفي الهاي كونسنتريشن بيزود الكارديا كونتراكشن بيزود البلد سكريشن ويقلل الجاستريك ايه؟ سكريشن. الكنترول بتاعه اهم حاجة الجلوكوز. لما الجلوكوز يعلى الجلوكوجون هيقل ولما الجلوكوز يقل الجلوكاجون هيعلى عشان يعليه وده نيجاتيف فيد ايه؟ بينك. الامينو اسيد وخصوصا الارجينين والانانين بيعملوا ستيميوليشن ريليز اوف جلوكا كوكوز. الجي اي بي هرمونز الجاسترين والبروستوكاينين هيزودوه والسكريتين هيايه؟ هيقللوا عشان كده البروتين ميل بتعتبر بوتنت ستيمولس للريليز بتاعه لان البروتين ميل هتطلع جي اي بي هرمونز وكمان بتدي امينو اسيد. السيستم هرمون الانسولين والسوماتوستاتين بيقللوه الفيجاس والاساتيل كولين بيزودوه السمباثيك بيزود البيتا وده البريدومينانت ويقلل بالايه؟ بالالفا.
الاكسرسايز هيعمل هايبوجلايسيميا، والهايبوجلايسيميا بتطلع الجلوكا. واضح؟ الديس اوردر بتاعه الهرمون دوت هي كلمه واحده بس، لو واحد عنده ورم في البنكرياس بيطلع جلوكاجون، عنده جلوكاجونوما. جلوكاجونوما يعني ورم بيطلع جلوكاجون، هيبقى عنده ايه؟ زياده في الجلوكاجون، فيحصل له سكر، هيجي له دايبيتس. ده احد اسباب السكن ايه؟ دايبيتس. سكن دايبيتس. هناخدها في الدايبيتس، مش مكتوب عندك دلوقتي، بس هناخدها في اسباب الدايبيتس. الانسولين، نتكلم شويه عن الانسولين ونكمله المره الجايه. الانسولين هرمون، طبعا الهرمونات المهمه جدا في الاسمنه. ليه؟ لان نقص الانسولين بيعمل سكر، واكتر اندوكراين ديزيز هتشوفه في حياتك السكر. انت عمرك ممكن في حياتك ما تقابل واحد عنده جيجانتيزم، ولا تقابل واحد اجسون، لكن هتشوف الاف الناس اللي عندهم ايه؟ دايبيتس. فيعتبر من الحاجات المهمه جدا الانسولين ايه؟ والدايبيتس. الانسولين هرمون، الانسولين ده عباره عن بولي بيبتايد هرمون مكون من 51 امينو اسيد. 51 امينو اسيد عباره عن تو تشين، وعندكم التركيب بتاعه بالتفصيل في البايو كيمستري. عباره عن الفا اي تشين وبيتا تشين. الاي تشين ماسكه في البي تشين بدراي سلفايد لينكش، ايه وبي تشين. وهو لما بيتصنع اثناء تكوينه اصلا مش بيبقى طالع في صوره انسولين، لا، اول ما الام ار ان اي بيحصل له ترانسليشن في الرايبوزومز بيدي مركب اسمه بري برو انسولين. بعد كده البري برو انسولين دوت في الرف اندوبلازميك ريتيكولم هيدي برو انسولين. البرو انسولين هنقطع منه حته بولي بالطيب كده عشان يدي في الاخر الايه؟ الانسولين. الانسولين دوت بيتخزن جوه فيزيكلز موجوده في البيتا سيل مرتبط بالزنك. الانسولين ده بيبقى مرتبط مع الزنك جوه فيزيكلز. الفيزيكلز ديت عشان تعمل ريليز، ويحصل ريليز للانسولين لازم يحصل عمليه اكزوسايتوسيس، والعمليه ديت محتاجه كالسيوم، فالريليز بتاع الانسولين از كالسيوم ديبندنت. لازم البيتا سيل يدخل فيها الكالسيوم، لما يدخل الكالسيوم الفيزيكلز ديت تروح وتعمل اكزوسايتوسيس وتطلع الايه؟ الانسولين. واضح؟ خدتوا انتوا في البايو التركيب بتاعه قبل ما يبقى بالمنظر ده كده، كان شكله عامل كده. بيتقطع بعد كده الجزء دوت بحيث ان هو يدي الانسولين ويدي حاجه اسمها السي بيبتايد. يدي السي بيبتايد. السي بيبتايد ده مهم ليه؟ ايه الاهميه بتاعته؟ بالظبط، اللي انا يعرفني اذا كان الانسولين اللي في الجسم ده اندوجينس ولا واحد عنده السكر. واحد عنده مريض سكر والانسولين بتاعه قليل قوي اللي بيطلع من البنكرياس او ما بيطلعش، فانا بديله انسولين من بره حقن. انا دلوقتي عاوز اختبر البنكرياس بتاعه اشوفه لسه بيطلع انسولين ولا باظ خالص. لو قست الانسولين ممكن يكون الانسولين ده اندوجينس وممكن يكون اكسوجينس، فبنقيس السي بيبتايد. بقيس السي بيبتايد، فالسي بيبتايد ده لما اقيسه بيديني فكره عن الاندوجينس ايه؟ انسولين اللي بيطلع. الميكانيزم اوف اكشن والريسبتورز بتاعه الانسولين بيشتغل ازاي؟ الريسبتور بتاعته برضه عندكم في البايو بالتفصيل. ومره جيت السنه اللي قبل اللي فاتت انا الدكتور احمد بهاء جابها سؤال نظري اتكلم عن الانسولين ريسبتور، سؤال بخمس درجات. الانسولين ريسبتور هي عباره عن جلايكوبروتين، النوترا ويت ده حوالي 300,000، عباره عن 2 الفا سب يونت و2 بيتا سب يونت. البيتا سب يونت مختلقه بالسيل ممبرين، بيبقى منظرها كده، ادي البيتا هي دول البيتا سب يونت عاديه السيل ممبرين، وبره على السيل ممبرين من بره في الالفا سب يونت موجوده هنا كده. يبقى ده المنظر بتاع الانسولين ايه؟ ريسبتور. 2 الفا و2 بيتا. اول ما الهرمون بيمسك في الالفا، ادي الهرمون هيجي هنا يمسك في الالفا سب يونت،
بيحصل اكتيفيشن للانسولين ريسبتور يؤدي الى اوتوفوسفوريليشن. يحصل اوتوفوسفوريليشن في البيتا تشين، يحصل بيها اوتو فوسفوريليشن. لما يحصل لها اوتوفوسفوريليشن تتحول البيتا سيرولونيك ديت الى اكتيف بروتين كاينيز، هتشتغل كبروتين كاينيز. الاقي البيتا سيرولونيك دي نفسها فيها تيروزين كاينيز اكتيفيتي، واحنا عارفين ان الكاينيز هيعمل فوسفوريليشن، فتبدا هي بنفسها تعمل فوسفوريليشن للانزيمز بتاعه الخليه. والفوسفوريليشن ده يا اما ينشط الانزيم يا اما يعمل له ان مش زي ما خدنا قبل كده الهرمونات مثلا تشتغل بالسايكل كي ام بي، الهرمون يمسك في الريسبتور جي بروتين ادينين سايكليز يطلع سايكل كي ام بي، والسايكل كي ام بي نشط بروتين كاينيز ايه، لا ده الريسبتور نفسها فيها بروتين كاينيز ايه اكتيفيتي بتحتوي على التيروزين كاينيز اللي هيعمل فوسفوريليشن للسيلولار ايه. يبقى الميكانيزم اوف اكشن، اول ما الهرمون يمسك في الالفا سيرولونيت بتاع ده الريسبتور هيحصل اوتو فوسفوريليشن في الريسبتور. البيتا سيرولونيت ليها لوكال كاينيز او لوكال بروتين كاينيز اكتيفيتي اللي هو انتوا عارفينه من البايو، مش مكتوب عندنا اسمه بس انتوا عارفينه من البايو ان هو اسمه تيروزين ايه كاينيز. هذا التيروزين كاينيز هيعمل فوسفوريليشن للسيلولار ايه فينشط بعض الانزيمات ويعمل اكتيفيشن لانزيمات ايه كاينيز. يبقى ده الميكانيزم اوف ايه اوف اكشن والريسبتور. الاكشن هنتوقف عنده. الاكشن بتاع الانسولين هم خمس كلمات. وظيفة الانسولين الاساسية ان هو يحرق الجلوكوز، فوظيفته الاساسية ان هو يدخل الجلوكوز للخلية، بيزود دخول الجلوكوز للخلية وبيزود حرق الجلوكوز، وبالتالي هيقلل الجلوكوز في الدم. يبقى الوظيفة الاساسية ليه ان هو يقلل البلاد جلوكوز، هيقلل الجلوكوز في الدم عن طريق ان هو هيزود الجلوكوز ابتيك باي ذا سيل. يبقى هيزود الجلوكوز ابتيك باي ذا سيل، وكمان بيزود الجلوكوز يوتيلايزيشن، وبيزود الجلوكوز ستورج. هيزود الجلوكوز ابتيك ازاي؟ بيزود الممبرين بالميابيليتي تو جلوكوز، هيزود الممبرين بالميابيليتي للجلوكوز فالجلوكوز يدخل جوه الخلايا. اثنين، هيزود اليوتيلايزيشن ازاي؟ بيزود من تحويل الجلوكوز الى جلوكوز 6 فوسفيت. احنا قلنا عشان تستخدم الجلوكوز لازم تحوله الى جلوكوز 6 فوسفيت، فهو بينشط الجلوكوكاينيز انزيم. فلما ينشط الجلوكوكاينيز انزيم ده يخلي الجلوكوز يتحول الى جلوكوز 6 فوسفيت. ده ليه مستين، لما يتحول جلوكوز 6 فوسفيت هيمشي في سكه الجلايكوليسيس حرق الجلوكوز. تاني حاجه ان لما بيقل الليفل بتاع الجلوكوز في الخليه هيدخل جلوكوز من بره، لان الجلوكوز بيدخل من فرق التركيز بره جلوكوز كتير هيدخل جوه الخلايا، كل الجلوكوز اللي يدخل يتحول جلوكوز 6 فوسفيت فيدخل جلوكوز غيره. يبقى بيزود الجلوكوز ابتيك باي ذا سيل وبيزود الجلوكوز يوتيلايزيشن. زياده الجلوكوز يوتيلايزيشن دي هنسميها جلايكوليسيس عشان ما حدش يتلخبط في المصطلحات. احنا خدنا من شويه عمليه اسمها جلايكوجينوليسيس، يعني اكسر الجلايكوجين الى جلوكوز، وخدنا عملية اسمها جلوكونيوجينيسيس اللي انا اصنع جلوكوز من نون كربوهيدرات. في حاجة اسمها جلايكوليسيس معناها اللي انا احرق الجلوكوز، لما استخدم الجلوكوز واطلع منه طاقة اسمها جلايكوليسيس. هو هيعمل جلايكوليسيس وهيزود الستورج، هيزود من تخزين الجلوكوز، هيحول الجلوكوز الى جلايكوجين، يعني هيعمل عملية اسمها جلايكوجينيسيس. جلايكوجينيسيس يعني قبل جلايكوجين، يبقى بيعمل جلايكوجينيسيس وبيعمل جلايكوليسيس وانهبت الجلوكونيوجينيسيس وانهبت الجلايكوجينوليسيس. فالمحصله ان هو يوطي الجلوكوز في الايه؟ في الدم. هيوطي الجلوكوز في الايه؟ في الدم. فده هرمون التخزين، بنسمي الانسولين ده هرمون التخزين. هيخزن جلوكوز في صوره جلايكوجين، هيخزن فاتي اسيد في صوره تريجليسرايدز، وهيخزن الامينو اسيد في صوره بروتين. فهو بيبني هرمون البناء، هرمون التخزين، هيحول الجلوكوز الى جلايكوجين. طب على الليبيد، كل الهرمونات اللي خدناها كنا بنقول لايبوليسيس اند كيتو جينيس، اول هرمون يقابلنا بيعمل لايبوجينيسيس. لايبوجينيسيس
يعني هيحول الفاتي اسيد الى ترايجلسرايدز، فهو بيزود الترايجلسرايد ستورج ان ذا ليفر اند ان فاتي تيشو، عكس الجلوكاجون اللي لسه واخدين. الجلوكاجون كان بيعمل لايبوليسيس وبيقلل الترايجلسرايد ستورج ان ذا ليفر، ده انهبيت اللايبيز انزيم وبالتالي يعمل لايبوجينيسيس، وكمان بيزود الترايجلسرايد ستورج، يحول الفاتي اسيد الى تراي بنسميها، فبنسميها لايبو ايه جينيس. مفيش حاجه بتعمل لايبوجينيسيس في الجسم غير الانسولين والبروستاجلاندين، هما الاثنين دول بروستاجلاندينز والانسولين، اما الحاجات اللي احنا خدناها كلها بتعمل لايبوليسيس. طب على البروتين الهرمون ده يبني ولا يكسر؟ لما نقول هرمون البناء هرمون التخزين يبقى يعمل ايه في البروتين؟ طبعا يبني ستيمولييت البروتين تنس، يعني هسميه انا بوليك، لا انا بقولك هرمون بيزود الابتيك اوف امينو اسيد باي ذا سيل، ياخد الامينو اسيد دخلها جوه الخلايا، وكمان ستيمولييت الانزيمز اللازمه لتصنيع البروتين، فبيزود البروتين ماس، بيزود المصل بروتين بيبني. لذلك مريض السكر اللي هناخده المره الجايه بيبقى المريض عنده ضعف في العضلات ومصل ويكس ومشيشن ووسف ويت، خس خالص. ليه؟ لان الانسولين ده هو اللي بيبني العضلات، مفيش انسولين يبقى الانسولين هيبدا يحصل ضمور في الايه؟ العضلات بتاعته، ضعف في العضلات ووزن ويت ينزل، لان هو اللي بيزود البروتين ايه؟ اخر حاجه في الاكشن بتاعه على الالكترولايتس، على الالكترولايتس مهم جدا لدخول البوتاسيوم جوه الخليه، بيزود الابتيك اوف بوتاسيوم باي ذا سيل، ابتيك اوف بوتاسيوم ومعاه كمان الفوسفات والمغنيسيوم، بس الاساسي البوتاسيوم، مهم لدخول البوتاسيوم في الخليه. لذلك لما يكون مريض عنده هايبر كاليميا، البوتاسيوم عالي في الجسم عالي في الدم، ودي حاله خطيره ممكن تعمل له اريثميا ويموت، العلاج بتاعه بنعلق له محلول جلوكوز وندي له انسولين، فالانسولين يدخل الجلوكوز الخليه ويدخل معاه الايه؟ البوتاسيوم، فدخل البوتاسيوم في الدم يدخله جوه الخليه فيقلل البوتاسيوم في الايه؟ في الدم، فهو بيدخل البوتاسيوم بيزود الابتيك البوتاسيوم بايظ ايه؟ خالص السكر، يبقى بيزود الابتيك في الجلوكوز، بيزود الابتيكو في امينو اسيد، بيزود الابتيكو في الالكترولايت زي البوتاسيوم والمغنيسيوم والايه؟ والفوسفين. بيقلل الجلوكوز في الدم عن طريق ان هو هيزود الجلوكوز ابتيك، يزود الجلوكوز يوتيلايزيشن، ويزود الجلوكوز ستورج في سولر جلايكوجين، وانهبيت الجلايكوجينوسيس، وانهبيت الجلوكوجينيسيس، وعلى ليبل جلايكوجينيسيس، انهبيت اللايبيز انزيم هيخزن الفاتي اسيد في سولر تريجلسايت، على البروتين هيبني انابوليك مهم للبروتين تندسس والامينو اسيد ابتيك باي ذا سيل والبروتين تندسس والانزيمات اللازمه لكده، وعلى الالكترولايت قلنا هيدخل البوتاسيوم جوه الايه؟ جوه الميكانيزم اول ما الانسولين يمسك في الالفا ريسبتور، في الالفا سابيونت بتاعت الريسبتور هيعمل اوتو فوسفوريليشن في البيتا سابيونت، فتنشط البيتا سابيونت، والبيتا سابيونت لها بروتين كاينيز هتبني تيروزين كاينيز، فهي التيروزين كاينيز ده هيعمل فوسفوريليشن للانزيمات بتاعت الخليه، فاما ينشطها يا اما ايه؟ يوقف. واضح؟ هناخد الكنترول المره الجايه، بس هو الكنترول عموما زي ده بالظبط. ارجو ما حدش يتاخر بقى، لان حاسه كده هبدا على طول، عشان ما ينفعش ان احنا نتاخر كل مره.